مرحبا بكم. اليوم هنعمل وصفة كتير سهلة وكتير بسيطة، حلوة بسكويت الوضع. يلا الوصفة. الوصفة عبارة عن كوب دبس التمر وكوب طحينة، هذا كل شيء، على نار متوسطة. واحد كوب دبس التمر 300 جرام، نتركها تغلي لمدة 5 دقائق على حرارة متوسطة. إذا بدكم وصفة الحلاوة، إذا أنتم ما شفتوا الفيديو وصفة الحلاوة الطريقة الأصلية، حوضع الرابط تحت في صندوق الوصف. طريقة كتير سهلة وبسيطة، بسكويت الويفر. هو متوفر كسرة، متوفر في السوبر ماركت. لو غير متوفر عندكم معنيين نعمله، اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان نعمله مع بعض. هو سهل جدا. بنقطع البسكويت حسب حجم القالب أو حسب الحاجة، يعني الموضوع كتير سهل وبسيط. هذا بدون سكر، هذا ممكن نوضع ورق الزبدة إن وجدتم عندكم، هذا اختياري. بعد 5 دقائق بنغلق الحرارة وبنوضع الطحينة. 1 كوب طحينة 220 جرام. من ممكن وضع معلقة كبيرة كاكاو خام، هو اختياري، ولكن بيعمل طعم كتير روعة. بالطبع النار هي مغلقة، النار بنحرك المكونات جيد حتى تنسجم مع بعض. نوضع البسكويت، من ممكن بدون بسكوت، يعني بدون بسكوت الويفر، ممكن يكون سادة، يعني طعمه كتير لذيذ سادة. إذا توفر بسكوت الويفر ممكن توضعه. سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. ممكن نعمله سادة بدون بسكوت الويفر، وإذا بدكم نعمل طريقة البسكوت اكتبوا لي تحت بالتعليقات. بعد أن يبرد بنوضعه بالثلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل. هذه هي المكونات. يفضل تخزين بالثلاجة. وإذا أنتوا شفتوه أنه ماسك حاله كتير، ممكن نطلعه قبل 5 دقائق أو قبل 10 دقائق من الثلاجة، نطلعه عند التقديم إذا أنتوا شفتوه ماسك حاله كتير. وبنقطعه بالشكل اللي إحنا بنحبه، مثل ما انتم شايفين كتير هو روعة وبسيط جدا. خلينا نتذوقها. الله الله، صراحة أكثر من روعة. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، لأن رأيكم كتير بيهمني. الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك، أتمنى تشتركوا قناة اليوتيوب، اسم القناة شيف نائل، من شان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.